يعطيكم العافية شباب، صوت واضح عندكم. الله يعافيك دكتور، هو الصوت واضح لين يا أحمد، كيف أمورك؟ والله. الحمد لله تمام تنسوش كله. إن شاء الله امتحاننا يوم الاثنين. شباب، مرة ثانية، الامتحان يوم الاثنين الساعة 10، مش تيجوا بوقت المحاضرة، وحيكون في مختبر 611. الامتحان بيبلش على 10، 10 إلى 10 بتكون على باب المختبر. حيكون الامتحان على المنصة، منصة الاختبارات، فمطلوب منك تعود إنك تدخل على منصة الاختبارات وتشتغل عليها. لابد هلا عندك هون، أنا حاطط لك في هون، حاطط لك لينك على منصة الاختبارات، هي قدامك. ادخل على منصة الاختبارات وتأكد إنه المنصة عندك شغالة، اليوزر تبعك شغال وفعال، وانه المادة ظاهرة امامك، والامتحان النصفي ظاهر عندك. تأكد. عندك اي مشاكل تواصل مع عماد التعليم الالكتروني. اوكي؟ اي مشاكل عندك ما تحكي معي، لان انا ما لي علاقة في المنصات هذول. تعامل مع منصة اللي هي. نقطة ثانية، بعد الاسبوع الجاي بعد ما خلص الامتحانات مباشرة يبدأ ينزل الوظائف. في عندنا كل يوم اثنين بعد الامتحانات، كل يوم امتحان في كويز. يعني هون في كويز على شابتر 3، بعدين هذا الكويز اللي بعديه على شابتر 5، والكويز اللي بعديه على شابتر 6، وهكذا. في كويز، واضح؟ مجموعة من الكويزات، انت مطلوب منك عندك 4 كويزات من هون لنهاية الفصل، بالإضافة انه مجموعة من اللي هي الوظائف نرجع نكملهم بس بعد انتهائها. اوكي؟ في اي استفسار، اي سؤال على الامتحان؟ الامتحان عندك بشابترين، حيكون في عندك 15 سؤال مالتيبل شوز، وثلاث اسئله اس اي، يعني حل تحل انت. اوكي؟ وحيكون كله على الجهاز، على المنصه. في اي استفسار على الامتحان؟ المراجع كل الاشي اعطيتك اياه، سواء موجود هون، ايوه، الباوربوينت تبع الكتاب، او رفعت لك مجموعة من الماتيريالز بتساعدك على تسهل عليك، سواء في شابتر 1 أو شابتر 2، أي موجودات كاملات. وكثير من المحاضرات فيديوهاتها كمان هي مرفوعة أمامك. إذا ما عندكم أي شيء على الحضور والغياب، الباسورد 35. الحضور والغياب، الباسورد 35، دخلوا الحضور والغياب. طيب، إذا ما عندكم، إحنا وصلنا آخر شيء امبارح أو المحاضرة الوجهية اللي كانت يوم الاثنين، تكلمنا وأخذنا المثال اللي هو بنتكلم عن الشورتست ريمينينج تايم فيرست. تتذكروا اللي كان الداتا شو مش شغال، ولكن هاي المثال اللي حكينا عنه، حكينا عن المثال الأول اللي هو ديترمينينج أوف نيكست سي بي يو بروست، كيف نحسبها من خلال المعادلة هيها، وأخذنا مثال عليها أيوه كيف بنحسب. بعدين كيف نطلع اللي هو الشورتست ريمايننج تايم فيرست، هذا مثال على احد طرق السكادجولينج اللي بدنا نتعامل معها، واخذنا مثال. واخر شيء بعد ما نفذناه كل شيء، وصلنا عند الافرج ويتنج تايم. الافرج ويتنج تايم بنحسب كالتالي، نيجي على البروسيس 1. بروسيس 1 وين تنفذت؟ تنفذ جزء عنده في الدقيقة الأولى أو في الملي سكند الأولى مع الملي سكند 10، فالتايم اللي أخذته اللي هي 10 ناقص 1. طيب البروسيس 2 عند الدقيقة واحدة وتنفذت عند الدقيقة واحدة، إذا 1 ناقص 1 0. البروسيس 3 الأصل هو يكون عند الدقيقة 2، ولكن هو تنفذ عند الدقيقة 17، إذا 17 ناقص 2. والبروسيس 4 هو عند الدقيقة رقم 3، ولكن هو تنفذ عند الدقيقة 5، إذا الأفرج ويتنج تايم إلى كان في دقيقتين إلها. إذا مجموعهم هذول تقسيم عددهم اللي هم 4 بروسيس طلع عندي 6.5 ملي سكند. هذا الأفرج ويتنج تايم إذا استخدمت طريقة إيش؟ اللي هو الشورتست ريمايننج تايم فيرست. برجع للتذكير، احنا اخذنا 3 طرق لهلا. الطريقه الاولى هي للتذكير عشان لازم تعرف كلهم، طرق السكادجولينج اف سي اف اس، واخذنا مثال عليها وحسبنا الافريج ويتنج تايم. بعدين اخذنا طريق الشورتست جوب فيرست اس جي اف،
وكمان اخذنا مثال عليها وحسبنا الافريج ويتنج تايم، وبعدين اخذنا كمان اليوم بدنا نتكلم عن اللي هو النوع الثالث او عفوا النوع الرابع اللي هو البريوريتي سكادجولينج. شو البريوريتي سكادجولينج؟ البريوريتي سكادجولينج انا بعطي بريوريتي نمبر، هو عبارة عن رقم بعطيه associated with each process، يعني بيعطي جي أولويات. مثلا البروسيس هاي بعطيها إذا بدي إياها تتنفذ أول شيء بعطيها بروبرتي، بعطيها رقم، هذا الرقم كل ما كان صغير كل ما كان highest priority. يعني أنا حشوف من خلال المثال، إذا البروبرتي نمبر هو عبارة عن رقم is associated with the each process. The CPU allocated to the process which is the highest priority بيكون small integer، يعني بيكون كل ما كان رقمه أقل صغير كل ما كان highest priority. اوكي، عشان هيك لاحظ بدنا ننتبه في البروبابيلتي. لاحظ في عندي عشان نفهمها اكثر المثال التالي، عندي مجموعه من البروسيس، بروسيس 1 2 3 4 5، البروس تايم اللي كل واحده قديش، وهون اعطيت الاولويات. هلا ليس شرط على الترتيب، اجيت قلت بروسيس 2 بروبابيلتي لها رقم واحد. شو معنى واحد هون؟ الواحد المقصود فيه هون انه لما يروح هذول البروسس كلها يروح يتنفس، بروح بيعطي اول واحد بروح بنفسه، مش مين وصل اول وليس مين البروس تايم اقل زي ما اخذنا سابقا، لا هون بيشتغل حسب ايش البريورتي. كل ما كان البريورتي له اقل كل ما كان انه له هاي بريورتي. يعني لو جينا نيجي نطلع على الارقام هذول، بروسس 2 حتتنفذ اول شيء، بعدين بروسس 5، بعدين بروسيس 1، بعدين بروسيس 3، بعدين بروسيس ايش 4. لو جينا السكادجولينج جراند شارت رسمناها، باجي على بروسيس 2 قديش بدها وقت؟ 1 ملي سكند. بعد 1 ملي سكند تيجي بروسيس مين اللي لها بريوريتي اقل اللي هي 5، قديش بدها وقت؟ 5 ملي سكند زائد 1، هي صار هون لعند الستة. بعديها بروح بدي انفذ اللي لها بريوريتي رقم 3 اللي هي بدها 10 اوكي ملي سكند. البروسيس رقم 3 هتتنفذ في الملي سكند دقيقة 16، بدها كمان 2 ملي سكند. بعديها اخر شيء بتتنفذ اللي هي البروتي رقم ايش 4 اللي هي بدها 1 ملي سكند. هلا ممكن احيانا في الامتحان اجيب لك السؤال محلول بطريقه مثلا بروتي سكادجولينج، اقول لك ارجع حل السؤال بس، او معطيك مثال اقول لك طلع لي الافرج ويتنج تايم بطريقه البريوريتي سكادجولينج او الاس جي اف او حسب الطرق اللي بناخذها. اوكي، كيف هلا بنحسب كيف طلعت ال 8.2 او ال 8.2 كيف بنجي؟ بنقول اول شيء كيف حسابتها؟ حسابتها اول شيء باجي على بروسيس 1، البروسيس 1 وين تنفذت؟ اه دكتور يعطيك دقيقة العافية. ستة. اوكي دكتور نعم دكتور أنا علي أنا أصل وقت الامتحان في الجامعة وهي بالطريق، ما فمش في اي عارف مشكلة، أعطيك خلاص اللي عنده امتحانات عنده امتحانات بيحضر الفيديو، بس دخل الحضور والغياب اللي هو 35 الباسورد، 35 كل انا الشرح يعتبر حسجلها وارفعها على المنصة. 35 الرقم ايوه كل الحكومة دكتور. اهلين. فلاحظ البروسيس 1 نفذت عند الدقيقة 6 اوكي، طيب بروسيس 2 عند الدقيقة 0 اوكي، بروسيس 3 عند الدقيقة 16، بروسيس 4 عند الدقيقة 18، بروسيس 5 عند الدقيقة 1. اجمع هذه القيم واقسمهم على عددهم 5 بيطلع الجواب عندك 8.2. واضح؟ هلا في بعض المشاكل بالنسبه، هلا لاحظي الاس جي اف از بريورتي سكادجولينج، والبريورتي از ايش؟ انفيرس اوف ذا بريدكشن اوف نيكست سي بي يو بروس تايم. اهم مشكله بهذه الطريقه بسموه مصطلح بسموه ستارفيشن، يعني زي مجاعه او شيء، اللي هو ايش؟ انه دائما اللي معاه بريورتي اعلى منك بتنفس قبلك، فاحيانا ممكن انت ما تتنفذ هاي البروسس. ليش؟ لانه
بضل مثلا بيجي هلا الطالب له بروريتي، المدرس له بروريتي، رئيس القسم له بروريتي. هلا باجي انا مدرس، اجى المدرس نفذ البروريتي اول شيء، رجع اجى مدرس ثاني، فبضل الطالب ما دام تبعته اقل من بروريتي المدرس او هذا، فبضل يستنى يستنى. ولاحظ وكل مره بيتم تنفيذ ايش؟ اللي له بروريتي اعلى بيتم تنفيذه قبل البروريتي اقل، وهذا مما يترتب عليه انه بيسموه شيء بيسموه الستارفيشن. لهذا السبب سولوشن ايش بسموه؟ ايجون as a time process increase to priority of the process. شو معنى الايجن؟ الايجن مقصود فيها انه كل ما بتستنى اكثر، في كل ما بتستنى اكثر او بيجي واحد قبل ذا بريورتي اعلى بسبقك انت، البريورتي تبعتك بترتفع. يعني اعطيك مثال، تفرج معي. خلينا احط رسوم، نفترض ان في عندك هون بروسيس زي ما شفنا، هاي بروسيس 1 وهاي مثلا بروسيس 2 وهاي بروسيس 3. اوكي، لنفترض انه هون البريورتي تبعته رقم كانت هون 2، البريورتي هون 1، هذول الاثنين. لا الاصل ينفذ بي 2 بعدين بي 1، مضبوط؟ اجى بي 3 كانت لنفترض انه البريورتي تبعته اعلى من البريورتي 2، حيضل بي 1 البروسيس هاي ضلت تستنى لما كل ما بيجي. لاحظ هذا بصير بيسموه ستارفيشن. ممكن عشان هيك بقول لك، شو بقول لك؟ بقول لك اللور بريورتي بروسيس مي نيفر اكسكيوت. يعني كل ما طا اجى واحد معاه بريورتي اعلى منك حيضل ينفذه وانت حتضلك تستنى. طب والحل؟ هلا الاصل لما كان البريورتي لك الدور، ولكن اجى واحد معاه بريورتي اعلى منك فاخذ الدور منك. في هاي الحاله لازم نسميه بسموه الجين، اللي هو انه نرفع البريورتي تبعتك. يعني مثلا انت هون كنت واحد وهون صرت كنت انت خمسه، هون انت واحد وهون خمسه، اجى واحد اثنين معاه بريورتي رقم اثنين، هلا هذا حيتنفس قبلك مع ان انت كان لازم دورك بعديه. في هاي الحاله انا بغير البريورتي تبعتك، شو بسوي؟ بزيدها، يعني برفع البريورتي تبعتك نقطه كل ما انت بتستنى، فبصير مثلا صارت هون انت ثلاثه. ليش؟ لانك انت استنيت. عشان هيك شو بقول لك؟ as the time process increase the priority of the process. يعني هاي البروسيس اللي قاعده بتضلها تستنى لانه بيجي بروسيس ثانيه مع بريورتي اعلى، في هاي الحاله بسوي جاي عمليه بزيد البريورتي تبعتك. كل ما انت جاي واحد بيجي بيستنى بالطابور، اجى واحد قبله، اجى واحد، كل ما بدي استنى واحد يجي قبلي فبيحسن من البريورتي تبعتي. واضح؟ وهي السولوشن او حل لمشكله اللي هي الستارفيشن. واضح يا شباب؟ شباب واضح اللي شرحناه؟ هذا اللي هو احد اللي هو اللي بنحكي عنه السكاجولينج عن طريق مفهوم اللي هو البروبيرتي. كمان نوع اخر بسموه الراوند روبن، ار ار. شو الراوند روبن؟ الفكره الرئيسيه كل بروسيس بتاخذ وقت محدد داخل اللي هو السي بي يو. يعني each process get a small unit of the CPU time. شو معنى 35؟ اللي بيسأل عن الحضور والغياب كاتب لي على هذا 35. المقصود في small unit of the CPU time يعني كل واحد مثلا بياخذ مثلا بتاعته مثلا 2 ملي سكند، بغض النظر عن البروسيس نفسها بدها 3، بدها 10 ملي سكند، بدها 50، بدها 1. كل بروسيس بتدخل على السي بي يو بتاخذ وقت محدد للكل. هذا بسموه مصطلحه بسموه تايم كوانتوم، كوانتوم اختصاره كيو، عاده بيكون من 10 ل 100 ملي سكند متعارف عليه. عشان نفهمه اكثر تعال على المثال اللي امامك. هاي احد طرق اللي هي السكاجولينج. عندي بروسيس 1 وعندي بروسيس 2 وبروسيس 3. بروسيس 1 بده 24، بروسيس 2 بده 3 3. وجيت قلت لك انه
الكوانتوم عندي بدي اياه 4، الكيو هي هون كوانتوم اللي هو وحدة اليونت لكل بروسيس داخل السي بي يو بدها تكون 4. نيجي بروسيس 1 قديش بده؟ بده 24 ملي سكند. باجي بروسيس 1 بعطيه 4 ملي سكند. طيب بعدين بروح للبروسيس الثاني بعطيها كمان 4، بس هي هون بده 3، اخذ الثلاث وخلص. بعديها راح للبروسيس 3 عند السبعة بده كمان بيعطيه 4، اخذ 3 وخلص. اوكي ضل برجع على البروسيس 1 بيعطيه كمان 4، برجع كمان البروسيس 1 بيعطيه 4 وهكذا. فلاحظ انه الوقت من صفر للنهاية متساوي الكوانتوم لكل بروسيس 4. هلا ممكن يكون عندك 50 بروسيس، 1000 بروسيس، ممكن يكون عندك 2 بروسيس، فبتصير زي التناوب. بروسيس 1 يعني نفترض لو كان بروسيس 1 24 وبروسيس 2 40، اول شيء بروسيس 1 بياخذ 4 ملي سكند بروح على بروسيس 2، بعدين برجع بروسيس 1 بروسيس 2 بروسيس 1 بروسيس 2. اوكي واضح. تيبيكال هاير افريج ذن، حتلاحظ لو جيت حسبت الافريج لهم حيطلع عندك اعلى، ولكن عن طريق الاس جي اف بتبطل ريسبونس، ولكن الاستجابه هون افضل. ليش؟ لانه كله الكل اخذ نفس الوقت من اللي بحاجه اليه داخل السي بي يو. واضح يا شباب؟ هاي بسموها راندوم روبين، كمان الجوريثم خاص بهاي الطريقه. هلا في الكوانتوم بدك تنتبه لشغله معينه، التايم كوانتوم بيسوي شيء بسموه كونتكست سويتش تايم. شو الكونتنت كونتكست سويتش تايم؟ يعني لنفرض انه البروسيس 10، البروسيس عندك بدا 10 ملي سكند، انت ما اعطي الكوانتوم 12، اذا هون هل بده يسوي سويتش شيء؟ يعني انت من واحد لواحد؟ لا، فبالتالي لانه انت 10 فبنفذ ال 10 وانت اوريدي الكوانتوم 12. طيب على افتراض انه الكوانتوم 6، فالكونتكست سويتش تايم بده يصير مرتين، اول مره وبعدين عشان يرجع نفسه كمان مره، اذا بده مره. اذا كم مره سوى سويتش؟ لهون نفذ وبعدين رجع كمان نفذ، اذا مره سوى سويتش. طب لنفرض انه كان الكوانتوم 1 والبروسيس 10، قديش الكونتكست سويتش؟ يعني اول شيء بيعطيه 1 ملي سكند، بعدين بده يرجع ياخذ كمان مره 1 ملي سكند، بعدين بده يرجع ياخذ عدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا سوى 9 مرات سويتش، لانه هذه اول مره لما اخذ هاي ملي سكند ولا خلص سويتش. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. واضح؟ واضح يا شباب؟ في اي استفسار؟ اه واضح دكتور. بكفي لهون، عشان المره الجايه بنتكلم عن المالتي ليفل كيو، بنتكلم عنه في السكاجولينج. تفضل. هاي يا شباب، هلا لو رجعت على الصفحه تبعتنا هتلاحظ انا اوريدي هون منزل لك هاي عن اليونت عن السكاجولينج، وهون هي البريورتي سكاجولينج، هي فيديو كمان احضره، يعني محاضرة عن اليوتيوب كمان بتكلم عن البريورتي سكاجولينج والراندوم روبين كمان، وهي الفيديو اللي قبل المحاضرة، والمحاضرة اللي برفع الفيديو اللي خاص فيها. هلا بوقف لهون وبترك الجزء المتبقي عشان إذا في حدا أي استفسار عن الامتحان اللي حيكون يوم الاثنين إن شاء الله. هاي شباب، احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي من مع الامتحان هذا بنخلص اللي هو شابتر السكاجولينج، عشان مباشرة نتكلم عن الديد لوك. اوكي، حيكون اللي هو شابتر رقم 7 مباشرة. في اي اسئلة بالنسبة للامتحان؟ برجع بكرر، حيكون عبارة عن 15 سؤال مالتيبل شويز وثلاث اسئلة مقالية وكتابية. المادة اللي داخلة هاي عندك من شابتر، اول شابتر اللي هو شابتر رقم 1 وشابتر رقم 2، تقدر في مجموعه من السلايدات رفعت لك اياهم، الكتاب موجود
مجموعة من الفيديوهات غير الفيديوهات المحاضرات المسجلة بطريقتي أنا، كمان في تلخيص، كمان شفت لك إياي، كمان في تلخيص بالعربي كمان. هذا الفيديو، هذا مثلا هاي شابتر 1، هاي ان عربيك، ها هاي كمان كتاب بالعربي مصطلحات، في مجموعة من الملفات رفع لك اياهم. يعني المهم احضر، المهم تكون فاهم الوحدتين بشكل جيد. اوكي، اللي هم بيغطوا زي ما حكينا، اللي هم الشباتر من 1 و2 اللي هم موجودات امامك. هلا من شابتر 3 حيكون عندنا الكويز اللي حيكون بعد الاسبوع الذي يليه، يعني مش الاسبوع الجاي، الذي يليه بكون في عندنا كويز يوم 15/5 يوم الاثنين، بيكون عن شابتر 3. الاسبوع اللي بعديه 22/5 بيكون احنا اوريدي خلصنا شابتر رقم 5، كمان كويز عليه الاسبوع اللي بعديه، وهكذا. في اي استفسار يا شباب؟ اي لا سؤال؟ دكتور، إن شاء الله واضح. اسئله عن الامتحان، عن اي شيء؟ ما في اي شيء يا شباب؟ يعطيكم العافية، ومن كان موعدنا يوم الاثنين، رجاء ما حدا يغيب عن الامتحان، ومن هلا اللي بده يغيب عن الامتحان حيكون كله مقالي، لن يكون هنالك اي مالتيبل تشويس، اي من الاخر عشان نكون على بينة. في اي استفسار يا شباب؟ اللي حاضرين 9 من اصل 29، بعرف انه في ناس عندها امتحانات، وهاد اللي ما حضر يحضر الفيديو ويسجل حضور وغيابه، الباسورد 35 تبعت الحضور والغياب. يعطيكم العافية ونراكم يوم الامتحان.